ورسيجي اللي يجي قاضي هذا الذي يقدم بها نشر واحد هاي واسو رجل إله يجاد إسكاي أوريسي أنا الله هاي إنه إسكاي توصل بس أرجعنا نقولنا أنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل من أحسن دعوة يرسل وهذا ملك سيدك سوينتين يوحل لك الصيدين تاعي وحفر حد أه صدقات إن يرك أركتين إنه رموجي وإله مهدي أي تاعي إن أي كل من عبد الساق أحمد علي كورنيل كامبيارا إيو فارح راجي واسوي داد بضان داد كالا دوين أيا ورايسيجي آن كاقاد أيا عدك أها أي سورت وي سورت جيل ودينا زوم كو ورايستو فرسماع إلا داد أوغيد داد كاقاربا داد كمشكلة بضان باسا غفرونو حوايا نينين داد كي ولا وريريين مركا حقوب بضانو بين أبورا اللباهية مركا داد كاقاربا وحيو هستنبا وحل السميين اي تهي عد للسمية اي عد مركا لكن وح حقيقة وإن لو ذاك دونا بقارة توسي يقو صوت ديرين لبدو دي او كرومي ان كوبشي كوبيو طبنات كوبيو اللباتن كي يدي لبدو كون يلبي اللاتن كي ايو فارح سيه ورايسي هان نولاتو ورايسي صدح قوضها ورايسي قاكو كغشي كين ايي inu kaligii ka badbaaday 22 nin oo si qaldan dil ugu fuliyeen ciidamada ka tirsan SNM waliba oo hoggaaminayay gudoomiyaha maxkamadda Cabdixakiin Soomaali nimanka faarxu wuxuu sheegay dabcan Cabdirsaaqna isaguna uu cadeeyay in aha niban ay soo fasaxeen warqad fasaxay soo siiyeen محمد كاهين واه وسير كرمها كده هي هذا النول سومالن يوم محمد علي وكم ده سراكيش عيد مدة السنم وجيريو ذي قلاية هون حرست عبد الرزاق بعد دون ذلك دي بقولي ويسورت كشينا ورئيسه وانصه هلاي وحن ورئيسه قال لي يا شيخ سجنا بشيء لا بيتبنات أفرتي دي لا بد يكون يلا بيلا تنكي وحيلها المهدي بشكوبات سلاسة وبيشو كوبادنا يتهي السقال لابدو كون يصدح يلاباتنكا إن أي شن إي صدون سنة كدب أي كلمان عبد الرزاق أحمد علي كورنيل كامبيارا وكمدها سراكيشي عدمدي أسنم إيو فارح راجي واسوغي وهانيكي دعضا دا صوبان ديجي إسلامركا أنا هانيكي أكبت بادي ديلكا طبعاً وحوها ورئيسي فارح وبحيانة مدى درين كيسة له وطبعاً هذه تسامينه لها كي عبد الرزاق وبحيانة صغو قلبه وها وي يسو ارتقل ويدي لابدو دو كل ما ينان زوم توسو قوة رئيستو حسايا شاوحة فرحاد وين إنا يلسو وداقين موقال كوبان يسوره سايدين موقتا يجو كل ماي ما شاء الله يصور أستاي هذا الذي طبعاً إن هذا الله كوبانه نحورة وإن لو ذا جيان يعني شعلة هاي إن هذه سو كديو واتكبو بتاعي صندوق سما كهر أي سوكا إدم بيسي وإسنا أوه يستأفر صندوق كابينا لنتي الله شعري ماشي أنا كنت كلاني يسوع أشجعه لي أرداه وحياه كوش لقي إن أنا وانا عند غلطة كلهم كي إن نسيب وناد ودون حد بيلك به اللي أشجعه لي أيها نسوع أمي إنه يسوع نقوله هو فرانسيس كدقيه أنا أمر هاي أنا حامر أشجعه ورئيسي اللي يجي قاضي هذا الذي يقدم به أنا شنو حياه واسو رجل إله يجد إسكاي أوريسي أنا الله هاي إنه إسكاي توصل بس أرجعنا نقولنا أنا تيبا مركب مانتا شوغنا ولالك فارح فانقول شوغنا ووضا قليننا ووضا شاهمي اذي ادبا نقوف رحصن هاي انا مرلابان اسأرقون انو غلبي بلنو نوحي وره انهرو بيبني حد دخلق غير نقول ما ايو ومون مهم كوح وي انا اسأرنا مقولن ايوان ودد بنام باوحا نسو ويدين ايه ورمحان اسو اركو ويدين هادين لو دين بانو شنو نبطا هاي
مركان الله ما هو أمر ما هي وانا نب وانا نصاري وانا وظفرينا وانا قاسين عفرينا هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي دنيا سنتين وتم الدنيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابك. سداس الشيخ ولالك عبد الرزاق أحمد علي وهي ما أنت وحفرحت إيه أن لسوكو بكرين ولالك عبد الرزاق أحمد علي من كي مارك إلهي وين كسر في بحنتي ذلها أنا يقو مارك أدل توح بدل لسوم بري إن ما أنت وذي شغل أم وذا قديم وذا شاهين تسا ما أنت فرحت إيه إن وذا نولا سكنة قريبة غير غير سالي شيء maanta laakiin waxaan ogaaday inuu nool yahay muddo bulbudeeda ayaan hadda ka warqabaa inuu nool yahay waan soo raadiyay waan sunni mid waan wada qaxweynay waan wada qadaynay waan si farxad ayaan isu aragnay waxaan wixii hadda aan ii sheegay way horaan u sheegay cabdirasaaq waa walaalkay walaalnimada waxay dadku u haystaan laba isla dhalatay oo keliya dadka islaamka waa walaalo ninkii hadda wax weyn ku taarta oo wax weyn ku qabtana waa walaalkaa marka walaalayaal waa walaalkii sidaas maanta ugu walaalowday abuurna walaalanahay haddana saasan u sii walaalownay waa farxadan la soo koobi karin oo aan maarata halkan aanan ku soo koobi karin marka intaas ayaan ii sheegayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Allaah yaciisukum. Waxa runtii farxad aada iyo aada ah maasha allah wadad walaalo ah weeye dabcan saay sheegeen walaaltinimadu maaha in la wada dhashay un laakiin waxa weeyaan turaalaha iyo birmageydada saaxiibtinimada fog dadku inay isu naxaan isu naxariistaan isu tuuraan waxay abuurtaa dadku inay ishantaan oo is yeeshaan waana dhacdo wax laga baranayo shan iyo soddon sano kadib isagoo faarax u haystay aada iyo aada uga naxay oo sheegay ninkii cabdirasaaq inuu walaalkii ahaa inuu walaalkii la kulmay maasha allah waynu arkayno dabcan dadka soomaalida mashaakil badan baa dhex maray dhibaatooyin aada u fara badan baa dhex maray siyaasadda iyo waxyaabaha lagu kala duwan yahay marka laga yimaado haddana dadku waa dad is ah oo walaalo ah marka dadka dhibtu dhex martay haddii shakhsiyan ay dadku isu fahmaan shakhsiyan oo dadku is caafiyaan waxa weeyaan waxa fududaanaya dadku inay wada noolaan karaan wax wada yeelan karayaan ama waxay kala yeelan karaan iyagoo dhib isu geysanay marka war runtii dhacda aada iyo aada waa aniga oo dhacdooyinkii labada ku soo maray ee saameyntii igaga tegay marka iminkana labadoodii inaynu goobjoog u ahaanay labada kun iyo saddex iyo labaatankii baynu ilaahay qadaray sidii cabdirasaaq uu filayay in dee xagga min allah ida ka rumowday inay kulmeen iyagoo labadooda caafimaad qaba oo is arkeen wadda subxaanaka yaa cadi yaa la is waraystay marka hadalkeeda ku dheerayn maayo insha allahu tacaala kulley xilliyo kalena waynu kulmi doonaa haddii cabdisaaq suurto gashay inaan la kulanno iyo faaraxba laakiin labadaa nin ee walaalahay inay kulmeen aad baynu baarigeynaa ilaah subxaana watacaala labadaba caafimaadka u barakeeyo idinkuna aada baad mahadsan tihiin waa cabdishakuur maxamed muuse idinku dhaafaya tan iyo kulan dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.